إذن لمناقشة التطورات في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول المحلل السياسي اللبناني وائل نجم. أستاذ وائل، مرحبا بكم. يعني بداية، ما سر ما يجري في مخيم عين الحلوة؟ هل يمكن اعتبار ما يجري وضعا مريبا، وبالتالي هو ربما بشكل أو بآخر يستهدف الوجود الفلسطيني في لبنان؟ أستاذ وائل. اولا ولمشاهدي قناه الرافدين، طبعا ما يجري هذه المره في مخيم عين الحلوه من اقتتال داخلي فلسطيني بكل تاكيد طبعا يترك ظلالا من الشك والريبه عند الفلسطينيين وعند اللبنانيين ايضا. بالعاده تجري بعض المشاكل في المخيم او خاصه عين الحلوه على خلفيات شخصيه، على خلفيات ثاريه يتم فيها اطلاق النار، ثم تدخل القوى والفصائل بواسطات وتضع حدا لهذه المشكلة وتنتهي الأمور. لكن هذه المرة للأسف الشديد ما جرى وضع علامة استفهام كبيرة. كان هناك مشكلة سابقة حصلت قتل فيها 3 أشخاص ودخلت الوساطات على أساس أن يسلم القاتل المعروف إلى السلطات اللبنانية، وهذا متعارف عليه طبعا داخل المخيم. لكن للأسف الشديد الأمور عندما ذهب أحد ضباط الأمنيين الفلسطينيين لاستلام هذا المطلق النار جرى إطلاق النار عليه وقتل المسؤول الفلسطيني مع 4 من مرافقيه، وهنا كان في علامة استفهام كبيرة للأسف الشديد دفعت إلى أنه نشوء اقتتال ومشكلة أمنية بين الفلسطينيين أنفسهم وبين الفصائل، وللأسف الشديد وقع ضحايا والأمر لم يستتب إلى الآن. أستاذ وائل، بطبيعة الحال يدفع المدنيون في المخيم الثمن في ظل موجات النزوح منه، في ظل أوضاع معيشية سيئة بالأساس كانوا يعانون منها. هل يمكن ربط ما يحصل بعملية تغيير ديموغرافي في مخيم عين الحلوة أستاذ وائل؟ هو هناك علامة استفهام كبرى على ما جرى، ومن بينها نقطة أولى تتعلق بسحب السلاح الفلسطيني الموجود في المخيمات. ومعروف عندنا في لبنان الفلسطينيون في المخيمات داخل المخيمات يمتلكون الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، ففي مشروع هناك تخوف من سحب السلاح الفلسطيني، وقد يكون ذلك نعم مقدمة أخرى لترحيل الفلسطينيين ولتفريغ المخيم من أهله. مع الإشارة إلى معاناة كبيرة يعيشها الفلسطينيون في المخيمات منذ وقت طويل، التضييق والحصار عليهم معروف للقاسي والداني. نعم هناك خوف وقلق من مسألة أن يكون هناك خطة أو مخطط معين يهدف إلى تهجير الفلسطينيين من المخيم من مخيمات لبنان وتفريغها من المخيمات. وهناك قلق آخر له علاقة بإثارة الفوضى في المخيمات وجعل تتمدد إلى بقية الساحة اللبنانية. حقيقة هناك قلق وخوف من هذا الشأن أيضا في هذا الجو. أستاذ وائل، يعني في من خلال هذه المعطيات، لماذا لا يجري تحييد أو عزل مخيم عين الحلوة عن التوترات الداخلية والخارجية في لبنان؟ طبعا هناك من يؤشر إلى غياب الجيش اللبناني في هذه الأزمة التي حدثت في مخيم عين الحلوة، كيف تردون على ذلك؟ هو الحقيقة هناك تخوف من عملية أن يكون هناك مخطط لجر الجيش إلى دخول معركة ضد المخيم وضد الفصائل الفلسطينية الموجودة في المخيم، وأن نكون أمام نكبة جديدة كالنكبة التي حلت بمخيم نهر البارد في شمال لبنان قبل حوالي 15 سنة. في قلق من هذا الموضوع. الجيش يرفض هذه القضية ويعتبر أن الموضوع داخل المخيم وهو ليس له تواجد داخل المخيم، وينسق مع الفصائل الفلسطينية الموجودة داخل المخيم لضبط الأمن، ولذلك الجيش متردد في القيام بأي مبادرة في هذا الموضوع، يعتبره أن ليس من صلاحياته، لأن أي تدخل للجيش سيفسر على أنه سحب السلاح الفلسطيني وتدخل في المخيم وما سوى ذلك. والجيش لا يريد أن يأخذ هذه الصفة، ولا يريد أيضا أن يتورط بمعركة مع مخيم عين الحلوة وبمعركة أخرى مع الفصائل الفلسطينية كما حصل في عام 2008 في معارك نهر البارد.
أستاذ وائل، ما السيناريوهات المطروحة اليوم في مخيم عين الحلوة؟ يعني هناك ربما من يضع حلول وقتية يتحدث ويقول ويسأل ما المانع من الوصول لهدنة تمهد لتسوية سياسية لحماية المدنيين على أقل تقدير، ما المانع في ذلك؟ في نوايا عند البعض ممن يريد توتير الأجواء وتوتير الأمور ولا يريد أن يكون هناك استقرار. الفصائل الفلسطينية عقدت عدة اجتماعات بالتنسيق مع قوى سياسية لبنانية في مدينة صيدا المجاورة للمخيم، وكان في أكثر من اتفاق على وقف إطلاق النار، وكان في أكثر من تعهد من الفصائل سواء المحسوبة على منظمة التحرير الفلسطينية أو الأخرى الخارجة خارج إطار المنظمة، لكن للأسف الشديد يجري الاتفاق على وقف إطلاق النار من هنا، ثم تجد بعد فترة وجيزة الأمور خرجت عن السيطرة وتحت عنوان غير منضبطين وتحت عنوان غير منفلتين من تنظيماتهم، يجري إطلاق النار ويجري الاشتباكات. للأسف في هناك نوايا مبيتة للمخيم غير معروفة حتى الآن وغير واضحة بشكل كبير. هل هناك نوايا لترحيل فلسطينيين سحب السلاح الفلسطيني؟ هل هناك نوايا لاستغلال هذا الموضوع في نشر الفوضى في الداخل اللبناني وإشغال الداخل اللبناني بهذا الموضوع كجزء من الرسائل الإقليمية؟ حقيقة كل هذه الأسئلة مطروحة وإلى الآن ليست هناك إجابة دقيقة وواضحة على أي سؤال منها. نعم أستاذ وائل، يعني بنظرة استشرافية تعتقد يعني من المستفيد من تهجير الفلسطينيين من مخيم عين الحلوة؟ الأول مستفيد من هذا الموضوع هو الكيان الإسرائيلي، هو يريد أن يشتت الفلسطينيين في كل العالم حتى ينسوا قضيتهم. علينا أن ندرك أن المخيم عين الحلوة في لبنان يسمى عاصمة الشتات الفلسطيني، القضاء على هذا المخيم هي مقدمة وسيسهل بعد ذلك القضاء على المخيمات الأخرى. فأنا تقديري أول مستفيد من هذا الموضوع هو الكيان الإسرائيلي، لأنه سيلغي حق العودة وسيلغي سيشطب القضية الفلسطينية لكل الفلسطينيين الذين يقيمون خارج فلسطين المحتلة. إضافة إلى ذلك هناك بعض الأطراف الداخلية في لبنان ممن لا يريدون لا للاجئين السوريين ولا للاجئين الفلسطينيين أن يكونوا موجودين في لبنان على اعتبار أن ذلك يشكل خللا في البنية الديمغرافية في البلد. هؤلاء أيضا لا يريدون هناك دعوات كانت سابقة وقديمة وحالية أيضا لسحب السلاح الفلسطيني من أيدي الفلسطينيين ولترحيل الفلسطينيين، والآن النغمة تتجدد حتى على السوريين أيضا. فهذا موجود. بعض الأطراف الداخلية اللبنانية لها مصلحة أيضا بأيضا تشتيت الفلسطينيين خارج البلد. من إسطنبول المحلل السياسي اللبناني وائل نجم، شكرا جزيلا لكم.